حياكم الله مشاهدينا الكرام أوفياء برنامج لآلاء الاتحاد. استضافاتنا متعددة ومتنوعة والأبرز أنها ناجحة. إذا تحدثنا عن المشاريع الناشئة في الدولة والنجاحات التي حققها شباب الإمارات نذكر ثلة كبيرة. اليوم ضيفي السيد عوف عبد الرحمن الحمادي صاحب مشروع باستا فاكتوري من إمارة أبو ظبي. اليوم نتحدث عن هذه الفكرة والمشروع وأبرز النقاط الأساسية وتحديات النجاح. إذا تابعونا في لآلاء الاتحاد. حياكم الله مشاهدينا الكرام أوفياء برنامج لآلاء الاتحاد. استضافاتنا متميزة وناجحة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاريع والمبادرات المتميزة. اليوم نحن في إمارة أبوظبي في ضيافة السيد عوف عبد الرحمن الحمادي صاحب مشروع باستا فاكتوري بإمارة أبو ظبي. أهلا سيد الكريم. أهلا وسهلا، يا مرحبا بكم، نورتونا. بداية برحب أيضا بحضرتك في برنامج لآلاء الاتحاد. وفي البداية طبعا حابين نتعرف على شخصك الكريم. أول شيء ببدأ باسمي، وياكم عوف عبد الرحمن الحمادي. تخصصي في الدراسة كان عندي دبلوم في إدارة الأعمال، من بعدها بكالوريوس في إدارة الأعمال بعد من كلية الخوارزمية الدولية. بداية مشروعي كانت اللي هي فكرة أني أنا أدخل الطعم الإماراتي في الوجبات الإيطالية. زرت أنا إيطاليا وزرت عدة مناطق في إيطاليا وشفت الطعم يختلف من منطقة لمنطقة، فيتني فكرة أني أنا أعمل الباستا في منطقتي أنا، كيف أهل المنطقة يحبون طعم الباستا. فدخلت الطعم الإماراتي في الوجبات الإيطالية وبديت أعمل الوصفات أنا بنفسي وأجربها، من بعدها أطرحها للعملاء. نتحدث عن مشروع متخصص في الأكل وثقافة الأكل المتعددة هنا في الإمارات، فتحدي بداية مشروع وحضرتك لا تملك يعني خبرة كبيرة في هذا المجال، ما هي التحديات والصعوبات الأولى؟ التحديات والصعوبات الأولى واجهتني في التنافسية. بدأت المطاعم تفتح من حولي في نفس التخصص، بس يوم أنا شفتها تبدأ تفتح وبديت أتابع السوق، بديت أعمل استبيان للعملاء، بديت أشوف السوق شو يطلب، فأنا بديت هني أوسع من نفسي، أطرح وجبات جديدة أرضي الذوق اللي موجود، أطرح وجبات جديدة مثل اللي هي الأدمامي، ما كانت عندنا موجودة في المنطقة فأنا طرحتها لبعض العملاء، وبعض الوجبات مثل اللي هي التشيتوس باستا طرحتها لأرضي ذوق العملاء اللي عندي. هنا المنافسية مثل ما ذكرت حضرتك مهمة جدا. لما نتحدث عن نكهة إيطالية إماراتية، هذا أيضا تحدي يضاف في مسيرة التحديات. كيف وجدت آراء المقربين في بداية المشروع، من قاموا بتجربة الطعم الأول، كيف كانت ردود الأفعال؟ في البداية كانت ردود الأفعال أغلب الناس يعني عيبها الطعم، والناس المقربين لي ساعدوني بهذا الشيء، في ممكن بعض الخلطات كانت يبالها إضافة أشياء، فهم وجهوني وعطوني التعليمات أني أنا أعدل في بعض الوجبات، ومن بعدها وقفوا وياي ودعموني ووصلوني للي أنا فيه. هنا عندما نتحدث عن مشاريع رائدة داخل دولة الإمارات والشباب الإماراتي وما يجده من بيئة استثمارية خصبة ومن دعم حكومي، من خلال تجربة حضرتك كيف لمست هذا الدعم للمشاريع بالدولة؟
في البداية أنا أشكر شيوخنا بهذا الموضوع وأشكر الجهات الرسمية أنها هي دائما تبادر وتدعم المشاريع الخاصة بالمواطنين وأهل الدولة، فكان الدعم كبيرا لنا حتى في الجائحة الأخيرة اللي جاتنا جائحة كورونا. ساعدتنا الجهات الرسمية بأنها يعني الإيجارات السنوية غطت نسبة من الإيجارات السنوية لمساعدة الشباب لمساعدة المشاريع الصغيرة عشان أنها ما تفقد وأنها ما تسكر. هنا أن يكون الشخص مستثمر طبعا لازم أن تكون له وجهة نظر خاصة، استراتيجية عمل، وبالتالي مخططات مستقبلية. بعد هذه الفترة وما لمسته من نجاح لمشروع باستا فاكتوري، أين ترى هذا المشروع في المستقبل؟ في المستقبل أنا أتوجه لأني أنا أفتح مطعم يخدم الناس، أنهم هم يوني يلسون عندي في طاولات، يكون مطعم بحجم كبير غير المطاعم اللي هي أني أنا أوفر خدمة التوصيل لهم. أتوسع وأبدأ أفتح الفرع الثاني والثالث بإذن الله بعد الدعم اللي نحصله من الجهات الرسمية. باستا فاكتوري بجولة مثلا افتراضية، ما هي أبرز الأطباق والتي تعتبرها مميزة؟ عندي أطباق أنا متنوعة، فأنا ضفت من المقبلات وضفت من الوجبات الرئيسية وضفت من السويتات في نهاية الوجبات، يعني فعندي عدة وجبات. يعني أنا الباستا متخصص في كذا نوع أقدمها للعملاء، وعندي السندويتشات اللي هي السندويتشات الإيطالية أقدمها، وبعدها ضفت البرجر، فأني ضفت اللي هو ما يطلبه العميل، وعندي الحلا ضفته في المرحلة الأخيرة وبالنكهة الإماراتية بنكهة المطبخ الإماراتي، ضفتها بطريقة مبتكرة بطريقة حلوة أني أجذب العميل. ونفس الوقت عندنا نحن نقدم اللايف كوكينج حق العملاء، يعني العميل يطلبني أنا أروح لين مكان تواجده أقدم له الخدمات أقدم له الوجبات بالمكونات اللي هو يطلبها وبالطعم اللي موجود عندي في المطعم. ومن خلال جائحة كورونا اللي جتنا والإجراءات الاحترازية اللي صارت عنا، نحن طلعنا بشيء جديد بطريقة تقديم الباستا، طريقة جديدة، فوفرنا اللي هو الباستا بوكس يحتوي على جميع المكونات والخلطات والإضافات على الباستا مع طريقة التحضير. فمن خلال العميل نفسه هو يقوم بطبخ هذه المكونات وعمل الباستا في البيت بنكهة المحل اللي عندنا. أستاذ عوف عبد الرحمن الحمادي، حضرتك شاب من بين الشباب الإماراتي الطموح والذي وجد في المشاريع وأيضا الدعم الحكومي لهذه الأفكار النيرة للشباب والمشاريع الرائدة مجالا للإبداع. ما هي نصيحة حضرتك لجميع الشباب الإماراتي المقبل على الحياة العملية من خلال تجربتك؟ شو ممكن تقدم بعض النصائح الذهبية؟ أوجه رسالة للجيل القادم أني أقول له أن مشروعك الخاص هو وظيفتك المستقبلية، فالواحد يبدع بالشيء اللي هو يحبه، ولو كان مشروعك شيء أنت تحبه أكيد بتبدع فيه وبتوصل للي تتمناه. سيدي الكريم، تمنيتنا طبعا بكل النجاح وتوفيق لحضرتك. هنا في ختام لقائنا لليوم كلمات من سيدي الكريم سيد عوف عبد الرحمن حمادي إلى كافة قادة وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. أوجه كل الشكر والتقدير لحكامنا وشيوخنا على دعمهم الدائم لنا، وأنهم يوصلوننا للي نحن نباه ودائما يعطونا الدعم في جميع الظروف وفي جميع الأمور. شكرا. طبعا هنا مشروع من بين المشاريع الناجحة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة باستا فاكتوري. شكرا سيدي الكريم، كل تمنيات بالنجاح وتوفيق لكم. جزيل الشكر والتقدير. إذا مشاهدينا الكرام، قصة نجاحنا اليوم أيضا من إمارة أبو ظبي وقصص النجاح داخل الدولة متواصلة. نحن ملتقانا الأسبوع القادم في الآلي الاتحاد. دمتم في أمان الله.